بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السابع من نواقض الإسلام السحر، تعلمه وتعليمه. تعلمه كفر وتعليمه كفر، والعلاج به، علاج بالسحر أيضا يعتبر كفرا. لا يحل السحر إلا ساحر، كما في الأثر. والسحر هو عبارة عما لطف وخفي سببه، ومنه السحر في آخر الليل، لأنه يظهر خفي أول ما يظهر، فهو عبارة عما خفي ولطف سببه. وفي الشرع هو عبارة عن رقى وعزائم وأبخرة يصنعها السحرة، وهو نوعان: سحر حقيقي، سحر حقيقي يقتل ويمرض ويؤثر، يفرق بين الزوجين أو يورد المحبة بينهما، وما يسمى بالصرف والعطف، هذا حقيقي. والنوع الثاني تخييلي، ليس له حقيقة، وهو ما يسمى بالقمرة، سحروا أعين الناس، كما قال الله جل وعلا في سحرة فرعون: سحروا أعين الناس. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، العصي حشوها بالزئبق والحبال، صارت تتحرك بهذه الحيلة، فيخيل إلى من ينظر إليها أنها تسعى، وليست حقيقة، هي حبال وعصي، لكن احتالوا عليها وألقوا القمرة، وصار من يشاهدها يظن أنها تسعى مثل الحيات الحقيقية. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ملأوا الوادي بهذه الحيل. فألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام بأمر الله: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فالتهمت كل ما في الوادي من سحرهم، وخشوا على أنفسهم أنها تلتهمهم. فهذه معجزة لموسى عليه السلام وليست سحرا. فالسحر على نوعين: سحر حقيقي يمرض ويقتل ويؤثر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي سبب.
هي سبب من الأسباب فقط، إذا أذن الله أثرت وإذا أذن لم تؤثر، هي من جملة الأشياء. فهو هذا النوع اللي هو الحقيقي هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. والدليل على هذا من القرآن، قال الله جل وعلا في اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين سخروا لسليمان عليه السلام، صاروا يصنعون أشياء ويعملون أشياء غريبة، والشياطين كل بناء وغواص، فسخرهم الله لسليمان. فلما مات سليمان عليه السلام وجدوا السحر الذي تأتي به الشياطين على ملك سليمان، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في عهد ملك سليمان الشياطين ذولا معهم سحر. فقالوا إن سليمان يسحر، إنه ما سخر الجن ولا العفاريت، ما سخرهم إلا بالسحر، مع أن الله هو الذي سخره. قالوا إن سليمان كان يسحر، الله برأ نبيه، فقال جل وعلا: وما كفر سليمان، ما قال وما سحر سليمان، قال وما كفر، لأنه لو استعمل السحر لكان كافرا وحاشاه عليه السلام منها. وما كفر سليمان يعني ما سحر كما يقول اليهود، ولكن الشياطين كفروا، السحر من عمل الشياطين وكفروا به، ولكن الشياطين كفروا بسبب إيش؟ يعلمون الناس السحر، فدل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه أنه كفر. يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل أرض معروفة في العراق، الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء، ملكين من الملائكة يعلمون السحر لأجل الابتلاء والامتحان، يعلمون السحر من أجل الابتلاء والامتحان، وينصحون الذي يأتيهم يبي يتعلم ينصحونه: إنما نحن فتنة، أي اختبار، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، ينصحونه لأنهم ملائكة. إنما نحن فتنة، يعني اختبار للناس، نعلمهم من أجل الاختبار، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، عبر عن تعلم السحر لأنه كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا من أعمال السحرة، عقد المحبة أو عقد البغضاء بين الزوجين، هذا من عمل السحر، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، دل على أنهم يضرون به من أذن الله بضرره. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم وهو السحر ولا ينفعهم. تعلم السحر ضرر محض ليس فيه نفع، ما يضرهم ولا ينفعهم. وإذا كان الشيء ضرر محض
فإنه يحرم تعلمه. كيف تعلم شيئا ضرر محض؟ ما يجوز. يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي استبدله واستعمله، ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني من نصيب. فالساحر ليس له نصيب في الجنة. هذا دليل على كفر الساحر، لأن المؤمن له نصيب في الجنة، أما الكافر فليس له في الجنة نصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم والعياذ بالله، لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، دل على أن السحر يتنافى مع الإيمان، لو أنهم آمنوا يعني تركوا السحر لمثوبة من عند الله خير. فدل هذه الوجوه في الآية كلها تدل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه، وهو من نواقض الإسلام. المسلم إذا سحر أو استعمل السحر فإنه يرتد عن دين الإسلام، وهذا ما جعلهم السحر من نواقض الإسلام، تعلمه وتعليمه والتداوي به. ما يجوز التداوي بالسحر، ولا يجوز حل السحر بسحر، إنما يحل السحر بالرقية الشرعية والأدوية المباحة. وأما حل السحر بسحر مثله فهذا حرام، وهو كفر بالله عز وجل، فهو من نواقض الإسلام أيا كان، تعلما أو تعليما أو علاجا أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، يعني يقتل، هذا حد. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة بنت عمر جارية لها سحرتها، فقتلتها رضي الله عنها، أدل على أنه يجب قتل الساحر ولا تقبل توبته، يقتل على كل حال ولو تاب، لأنه لا يؤمن أن تكون توبته خديعة، فيقام عليه الحد. إن كان صادقا في توبته فهذا بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع. الثامن أو الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين، هذا من الموالاة لهم، لأن الموالاة تكون بالمحبة في القلب وتكون بالفعل أيضا، تكون بالفعل، من والاهم بفعله فأعانهم على قتل المسلمين فهو مرتد عن دين الإسلام، مرتد عن دين الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. من يتولهم منكم، أي من المسلمين، فإنه منهم. والموالاة تكون بالقلب بالمحبة،
وتكون باليد والنصرة. أما المحبة في القلب بدون نصرة لهم على المسلمين هذه محرمة، وهي وسيلة من وسائل المظاهرة لهم باليد، ما ظاهرهم إلا لأنه يحبهم فيكون مرتداً عن دين الإسلام. هذا وجه الاستدلال من الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة. يكفينا هذا، نخلي التاسع والعاشر درس غد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من استهزأ بالملتزمين وساب الدين وما يتعامل مع من كان هذا حاله؟ ما حكم من استهزأ بالملتزمين؟ من استهزأ بالملتزمين الملتزمين نعم ويسب الدين، وكيف يتعامل أو كيف يعامل هذا؟ إن كان يستهزئ بهم لأشخاصهم فقط فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، فهذا الاستهزاء كبيرة من كبائر الذنوب بالأشخاص، استهزئوا بهم لأجل أشخاصهم فقط. أما إن كان يستهزئ بهم من أجل دينهم هذا ردة عن دين الإسلام، لأنه ما استهزأ بهم من أجل أشخاصه، إنما استهزأ بهم من أجل الدين. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء استهزأوا بهم من أجل دينهم. فالاستهزاء على قسمين: استهزاء بالشخص من شكله وزيه وطوله وقصره وغير ذلك، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز تنقص المسلم مهما كان. أما إن كان الاستهزاء من أجل دينهم هذا ردة عن دين الإسلام، وهو المقصود الآن التاسع الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. نعم. السؤال الذي يليه: نعم. قال: هل للساحر توبة؟ هل للساحر توبة؟ سمعتم هذا فيما بينه وبين الله، الله أعلم به. إن كانت صحيحة الله يتقبلها منه، إن كانت غير صحيحة الله يعلمها. أما الحد فلا يسقط عنه، ما قال عمر استتيبوهم، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلنا 3 سواحر، ولا قال استتيبوهم. وحفصة لم تستتب الجارية التي سحرتها بل قتلتها، لأنه لا يؤمن، وإن أظهر التوبة فلا يؤمن أنه يخادع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من قرأ كتب السحر مع اعتقاد حرمة ذلك لكن قرأه من باب حب الاستطلاع، فما الحكم؟ قرأه إيه؟ من باب حب الاستطلاع، لا يجوز له يقرأها، لا يجوز له يقرأ بكتب السحر لأنه قد يتأثر بها فيبتعد عنها ولا يقرأ فيها. والواجب تحريق كتب السحر وإتلافه، كل كتب الزندقة والإلحاد الواجب إتلافها ولا تترك، ولكن لو قدر إنه وجدها لا يقرأ فيها، لأنه ما يأمن على نفسه، أحد يزكي نفسه ويقول أنا ما يمكن تأثر علي، بطلع عليها وأنا أعلم أنها باطلة ولا تأثر علي، لا تأثر عليك فاجتنبها وابتعد عنها. والواجب أن لا تبقى كتب السحر، الواجب أن تتلف في الحال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الخدع البصرية التي يفعلها بعض الناس وهي من قبيل التخييل
دون استخدام واستعانة للشياطين تعتبر سحرا كفريا؟ عرفت ماذا؟ أن السحر تخيلي وهو القمرة اللي يسمونها الناس القمرة، هذا نوع من السحر، والحكم يشمل التخيل ويشمل الحقيقة، كله كفر ولا يجوز، يجب الابتعاد عنه، لأن التخيل يجر إلى الحقيقي ويروج السحر، الواجب الابتعاد عن هذا ومنع. ولذلك يجب منع اللي يجون بالمصائف يجيبونهم يسمونهم السرك، ها؟ هذا سحر، سحر تخيلي، يجب منعه، ولا يستجلب هؤلاء يضحكون على المسلمين ويفتنون المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو دليل كفر من تداوى بالسحر؟ تداووا ولا تداووا بحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر أشد الحرام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لا يجوز التداوي بالحرام، والسحر هو أشد الحرام. وفي الأثر: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز علاج السحر بسحر مثله. نعم، وأنتم قرأتم في باب النشرة في كتاب التوحيد كلام ابن القيم، يقول: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين: حل بسحر مثله، هذا لا يجوز وعليه يحمل كلام السلف، وحل بالأدوية والأدعية المباحة، فهذا لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من أحد المتابعين مباشرة الآن في هذا سؤال من أحد المتابعين في الإنترنت، تابعين الذين يتابعون الدرس من خلال الشبكة، من التابعين للصحابة الله يجزاك خير. نعم، الذين يتابعون في اليوتيوب، يقول: ما رأيكم في الدراسة الجامعية الشرعية وهل تكفي؟ إيه؟ ما رأيكم في الدراسة الجامعية الشرعية هل تكفي؟ العلم ما يكفي له حد، ما له حد، ما يقول الإنسان: أنا معي شهادة جامعية وخلاص. العلم ما له حد، ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. موسى عليه السلام لما أعلمه الله أن هناك في الأرض من عنده علم ليس عند موسى وهو الخضر، سافر موسى إليه، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فذهب والتقى بالخضر وسأله عن أسئلة ذكرها الله في القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني؟ شوف موسى يقول: على أن تعلمني. العلم ما يوقف له حد أبدا. مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، كما ذكر الله في القرآن. فالعلم ما له حد يا أخي. ومن قال أنا عالم فهو جاهل. الإنسان دائما يحتقر نفسه وعلمه، وفوق كل ذي علم عليم يا أخي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أوروبا، يقول السائل: عندنا الشركات في إيطاليا، هذا السؤال من أوروبا، يقول فيه السائل: عندنا الشركات في إيطاليا إذا اشتريت منهم بضاعة يعطونك السعر، ثم سعرا معينا، ثم يعطوا عرضا إذا كان دفع قيمة البضاعة كاش، يعطونك نسبة 25% تخفيض وربما أكثر على حسب الاتفاق، وهم يستفيدون من هذا التهرب من الضرائب، هل لي أن أدفع كاش وأستفيد من هذا الخصم؟ نعم، لا، ما في شك أن البيع ينقسم إلى قسمين: حال ومؤجل، وأن الحال أقل من المؤجل، ما يأجلون إلا بزيادة،
والله جل وعلا يقول وأحل الله البيع. الأصل في البيع أنه حلال، وأن القيمة تختلف النقد عن المؤجل، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف أن النقد يختلف عن المؤجل، المؤجل أكثر، وأنت بالخيار تشتري حالا أو تشتري مؤجلا. نعم أحسن الله إليكم. لكن ما يشترطون عليك أنك إذا شريت سلعة تشري أخرى، هذه بيعتين في بيعة، وإن شريت أخرى خفضنا لك، هذا ما يجوز، بيعتين في بيعة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل النار والجنة التي مع الدجال هل النار والجنة التي مع الدجال حقيقة أم لا؟ وأين يذهب من رمي في ناره أو جنته؟ نالكم ما يب حقيقة أنها تدجيل، ولذلك يسمى الدجال. إيش معنى الدجال؟ كذاب. الكذاب كثير الدجل، هذه أشياء اللي معه كلها تدجيل وكذب. نعم صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل يستعان بالشياطين في السحر التخييلي؟ نعم هل يستعان بالشياطين في السحر التخييلي؟ نعم السحر كله من عمل الشياطين، سواء كان حقيقيا أو تخييليا، كله من عمل الشياطين. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أقبل علينا شهر رمضان ولدينا في بيتنا خادمة مسيحية، فهل يجوز لنا أن نقدم لها الفطور الصباحي والغداء في نهار رمضان؟ وهل يعد هذا معاونة على المنكر؟ أولا ما هناك مسلمات، ما في الدنيا خادمات مسلمات، ليش تجيبون الكافرة النصرانية وغيرها تدخلونها في بيتكم ومع أولادكم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تستقدموا الكفار إلى بلاد المسلمين حجة الخدمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يجوز استقدام الخدم الكفرة أبدا، إنما يستقدم أصحاب الخبرات وأصحاب في الأعمال التي لا يخدمون في البيوت، وإنما يخدمون في شركات ولا في مصانع، يعني عندهم خبرة في هذا، هذا لا بأس، أما استقدامهم خدم هذا لا يجوز. نعم هل يجوز تقديم الطعام لها في نهار رمضان؟ يقول السائل هل يجوز تقديم الطعام لها في نهار رمضان؟ مالك ما تبقونها عندكم، تسأل عن الطعام لها، ما تبقونها عندكم، ما يجوز هذا، سفروها، أنهوا عقدها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير كثيرا من الأسماء، منها ما فيه تزكية مثل برة، غير ما غير كثيرا من الأسماء، غير بعض الأسماء ما غير كثيرا. نعم يقول فهل ينطبق ذلك على اسم زكية؟ وهل تنطبق عليها هذه الآية فلا تزكوا أنفسكم؟ وهل تأثم إلى إذا لم تغير؟ تغيير أحسن ما في شك، عن بدل زكية غير باسم آخر مثل برة، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها لأن هذا فيه تزكية، هذا من باب الاستحباب ما هو من باب الوجوب، إلا إذا كان الاسم محرما مثل عبد اللات، عبد العزة، ولا عبد الحسين، ولا عبد الأمير، المعبد لغير الله يجب تغييره، يجب تغييره، المعبد لغير الله يجب تغييره، أما الاسم اللي ما فيه تعبيد لغير الله فهذا إن كان يشعر بالمدح يغير أحسن. نعم وهذا سائل يقول ما ضابط الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية ما كانت بالقرآن الكريم، خصوصا الفاتحة، سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية،
الإخلاص والمعوذتين هذا بالرقية الشرعية أو بالأدعية الشرعية أيضا، هذه رقية شرعية وهي مفيدة بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، ما معنى التحريش بينهم؟ نعم، الشيطان أيس لما رأى قوة إسلام المسلمين الصحابة، لما رأى قوة إسلام الصحابة أيس، هو أيس، ما قال إن الله أيسه، لكن هو الذي أيس لما رأى المسلمين وقوة إيمانهم في العرب، ولكنه اكتفى بالتحريش بينهم بالغيبة بالنميمة بالعمل على تباغضهم، هذا يعمل به الشيطان. والرسول ما أخبر أن المصلين لا يعبدون، لا يكون منهم من يعبد غير الله، ما قال هذا الرسول، إنما حكى عن الشيطان قال أيس أن يعبده المصلون. ولذلك انتشر عبادة القبور والأضرحة في جزيرة العرب، انتشر هذا في جزيرة العرب، ففيه من يعبد غير الله وهو في جزيرة العرب. الرسول ما أخبر أنه ما يحصل هذا، أخبر أن الشيطان يأس نفسه، هو يأس لعنه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من فوق قبره عليه السلام وداخل الحجرة الشريفة؟ أول شيء ما يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن الدخول عليه ولا رؤيته عليه الصلاة والسلام، لأن الله حماه، أجاب لا، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحماه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وحماه بثلاثة الجدران، يعني الرسول داخل جدران مثلثة من جهة القبلة، ما يمكن تستقبله لأنه مثلث، اللي قدامك مثلث، أحاطه بثلاثة الجدران من جهة الشمال اللي هو جهة القبلة مثلث، وأنت تسلم عليه من وراء حيطان ما تصل إليه، ولكن لو قدر أنك تصل إليه ما يجوز أن تتبرك بالقبر أو تتمسح به أو تأخذ من ترابه، البركة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، من اعتقد أن البركة في قبر الرسول أو ترابه فهو مشرك، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى فلا يتبرك به، لكن يسلم عليه السلام الشرعي: السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع. وأما غير ذلك من التبرك به أو الاستغاثة به أو غير ذلك هذا لا يجوز، هذا من الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي وتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم، قالوا إنه الله وابن الله أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سؤال الساحر وإن لم يصدقه؟ لا يجوز سؤال الساحر، يقول: ولا أنا ما أصدق ولكن بسأله، ما يجوز هذا، أنت ما سألته إلا من أجل أن تأخذ بجوابه وبخبره، ثم أيضا ربما تفتن إذا سألته، لو أنك بالأول تقول أنا ما أصدقه تفتن، يبتليك الله عز وجل،
ويأثر عليك كلام الساحر، فابتعد عن الساحر. نعم. ويقول: وبعضهم إذا سرق منه شيء ذهب إلى بعض الناس لحصر بول السارق. كيف؟ يقول بعضهم إذا سرق منه شيء، إذا سرق منه شيء ذهب إلى بعض الناس ليقوموا بحصر بول السارق. شلون حصر بول السارق؟ بالسحر يعني. ها؟ بالسحر ربما. ما أدري إيش تقول. بالسحر. هذا نفس السائل يعني. أعيد السؤال. يقول السائل: بعضهم إذا سرق منه شيء ذهب إلى بعض الناس لحصر بول السارق. بول السارق. سائق. السارق الذي سرق المتاع. من يضرب السارق؟ من يعرفه؟ هو الساحر يسوي العملية فيجي هذا محصور. ها؟ الساحر يعني يقوم بهذا العمل. لا يجوز الرجوع إلى السحرة. لا يجوز الرجوع إلى السحرة ولا أخذ كلام السحرة ولا استعمال السحر. نعم. صلى الله عليكم. وهذه سائلة تقول: نحن مجموعة من معلمات الدين تأتي إلينا المشرفة وتلزمنا باستخدام طرق تدريس. نحن مجموعة معلمات. نعم. في مواد الدين. نعم. تأتي إلينا المشرفة وتلزمنا باستخدام طرق تدريس بعلوم وفقه. تلزمنا باستخدام طرق تدريس بعلوم وافدة من أهل الكفر، مثل التعليم باللعب والقبعات الست والتفكير الناقد والخارطة الذهنية، ونحن نرى أن هذه الطرق مخالفة للشرع. لا يمكن المشرفة تعمل الأشياء هذه وهي في بلاد المسلمين. ما يمكن المشرفة، المشرفات يطالبنا بتدريس المقرر، يطالبنا بتدريس المقررات وبطرق التدريس المعروفة والمستعملة في بلاد المسلمين. المشرفة اللي تعمل هذا، هذه يجب أنها ينكر عليها ويبلغ أمرها إلى المسؤولين عن التعليم ليطردوها من الإشراف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما فضل الدعاء عند الملتزم، وهل يجوز للنساء ذلك؟ الملتزم هو ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يقف فيه المسلم ويدعو الله عز وجل بحوائجه، فهو محل إجابة بإذن الله. وأما المرأة ما تمكن من هذا، لأنها ستخالط الرجال وتزاحم الرجال ولا تتمكن من هذا. نعم. وما فضل الصلاة في الحجر؟ الحجر من الكعبة، من صلى في الحجر النافلة، أما الفريضة لا، من صلى النافلة في الحجر فقد صلى في الكعبة، لأن الحجر محتطم من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة عام الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم جلوس الحائض في ساحات المسجد والأسياب الخارجية لسماع الدروس والمحاضرات الشرعية؟ ما كان داخل سور المسجد فلا تجلس فيه لأنه من المسجد، أما ما كان ساحات خارجية غير محوطة إنما هي حول المسجد فلا بأس بذلك. نعم. ومسألون يا شيخنا أيضا، يقولون: توجد باحة خارج مصلى النساء وقبل الخروج من جدار المسجد بجوار الأحذية. ما كان خارج سور المسجد فلا بأس، ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من اليوتيوب يقول: ما حكم من يقول في وقت الغضب: خلي ربك ينفعك؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. كلام هذا كلام ردة والعياذ بالله، يعني تحدى الله يقول خله ينفعك. ما أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في التبرك من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يجوز، مع أن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام. تبركون بآثاره المنفصلة من جسمه، مثل العرق، مثل الشعر، مثل الثوب،
الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم المنفصل من جسمه أو الملامس لجسمه، أما الشيء اللي ما انفصل منه صلى الله عليه وسلم ألا يتبرك به، لا تراب القبر ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى وعيسى عليهم السلام حيين ما وسعهم إلا اتباعي، فهل يفهم؟ الحديث صحيح ولكن ليس فيه عيسى، قل لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل، لأن رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تعلمنا بالأمس أن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، فهل من ينكر حديث شرب أبوال الإبل ويستهزئ به ويقول إنه خلاف الفطرة السليمة يكون كافرا؟ نعم، إذا أنه بلغه الحديث وعرف أنه حديث صحيح إنه لا يجوز له أن ينكره، وأن ينكر أن بول الإبل فيه شفاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه شفاء من الحمى، أمر الذين اجتووا المدينة يعني أثرت فيهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها. الرسول أخبر أن بول الإبل ولبن الإبل فيه شفاء من الحمى، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يقول ولو صح الحديث فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم. وهذا سائل في نفس سؤاله يقول: لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: وهل من ينكر حديث غمس الذباب في الإناء مثله أو مثله؟ الذي إيه؟ وهل من ينكر حديث غمس الذباب في الإناء مثله؟ كله سواء، من بلغه الحديث الصحيح وأنكره قال لو قاله الرسول أو رواه البخاري، يقولون البخاري يطعنون على البخاري لأنه روى هذا الحديث غمس الذباب، فهذا إذا كان متعمدا هذا الكلام ويعلم صحة الحديث إنه يرتد عن دين الإسلام، لأنه يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أتينا من الإمارات لم ننوي العمرة ولكن في نيتنا أن نعتمر في رمضان، فهل نرجع إلى الميقات عندما نحرم للعمرة أم نحرم من جدة؟ إذا كانت النية للعمرة معكم من الإمارات أو من أي مكان فلا بد من الإحرام من الميقات، ترجعون إليه وتحرمون. أما إذا كنتم جايين مكة ولا نويتم عمرة ثم بدا لكم أن تعتمروا وأنتم في مكة، نويتم العمرة من مكة، تخرجون إلى التنعيم أو إلى الحل تحرمون بالعمرة. نعم. ولو مكثنا في جدة أسبوعين، المهم منين نووا؟ منوين العمرة يوم يمرون الميقات ولا ما نووها؟ إن كان نووا العمرة من الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات الذي مروا عليه، يرجعون إليه. أما إن كان جاءوا مروا على الميقات ما نووا عمرة، يريدون البقاء في مكة صيام رمضان في مكة ثم نووا عمرة وهم في مكة، يخرجون ويحرمون من التنعيم. وإن كان نووا بعد ما تعدوا الميقات وقبل أن يصلوا إلى الحرم نووا العمرة، يحرمون من مكانهم الذي نووا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع كراسي لأهل الميت داخل المسجد ليستقبلوا العزاء قبل الصلاة على الميت؟ لا أصل لهذا، والعزاء أولا في نظر العزاء، لكن إذا كان العزاء لم يصل إلى حد الترتيب وتفرغ أيام ثلاثة أيام وإعداد مكان العزاء في بيت فلان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. صناعة أطعمة ذبائح
هذا كله لا يجوز. أما العزاء العادي حينما تلقى المصاب تقول أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك وغفر لميتك في أي مكان، يحتاج إلى ترتيب وإلى وعد وإلى ترك الأعمال وجلوس في البيت، ما يحتاج هذا كله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الذي سأل عن الجمع بين مكوث عيسى عليه السلام 7 سنوات أو 40 سنة جاء بأحاديث، نقرأها؟ يقول 40، لا أدري. ها؟ جاب الأحاديث 40 سنة 40 يوم، ما يدري. نعم. نقرأ سؤاله يا شيخنا. نعم. يقول: كيف نجمع ما تم ذكره في مكث عيسى عليه السلام 7 سنين وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه يمكث 40 سنة، والحديث قد رواه الحاكم في المستدرك وقال وش نص الحديث؟ نص الحديث وش؟ يأتي يعني. نعم. في المستدرك وقال عنه الذهبي في التلخيص وقال عنه الذهبي في التلخيص ثم ذكر الحديث. نعم. ما قال إيش قال ده. ها؟ قال: وقال عنه الذهبي في التلخيص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح الله عيسى بن مريم نازل فيكم، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على أهل الأرض حتى ترعى الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحياة لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال: وفي حديث: فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. أخرجه ابن حبان وأحمد وصححه الألباني. من يصححه؟ يقول: أخرجه ابن حبان وأحمد وصححه الألباني. يعني ما صحح إلا الألباني فقط، واللي قبله ما صححه. اللي قبله قال رواه الحاكم في المستدرك، مجرد رواية لكن ما صححه. نعم. المعروف أنه يلبث أقل منها من 40 سنة، يلبث أقل من 40 سنة. نعم. أحسن الله. الحديث الصحيحة، نرجع إلى الأحاديث الصحيحة. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام مسبل ثوبه مع أنه نصح ولم يفعل؟ الصلاة صحيحة لكنه يأثم على الإسبال. وإذا وجدت إماما غيره في مسجد آخر صل وراءه واترك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الدراسة في بلاد الكفار مثل لطلب العلوم التي مثل الطب والهندسة؟ العلوم اللي يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين لا بأس أن الإنسان يسافر ليدرسها لأجل ينفع المسلمين بها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: صاحب بنك بنى مسجدا، هل تجوز الصلاة فيه ونحن نعلم أنه بني من مال حرام؟ إذا علمت أنه من مال حرام فلا تصلي فيه، أما إذا لم تدري وهو عنده مال حلال وعنده مال حرام فأنت لا تدري صل فيه، لأنك ما تجزم أنه من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن عندهم أموال من الحلال، هم كل أموالهم حرام وكلها من الربا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يعينون مشرفين في الحج ويفتون الناس بغير علم، هل فعلهم هذا وفتاويهم من القول على الله بغير علم؟ وش مثل؟ اذكر لنا فتاويهم. هذول معمدين بالدعوة إلى الله وهم أعضاء التوعية في الحج وعندهم شهادات من كلية الشريعة، لهم شروط منطبقة عليها. أما أنك تقول أنهم يفتون بغير علم، جب لنا الفتوى اللي يفتوا بغير علم. نعم. هو يقصد شيخنا مشرفين الحملات. ها؟ مشرفين في الحملات يعني. ما نعرفهم، ما ندري وش. نعم. أحسن الله إليكم. نطعن فيهم وحنا ما نعرفهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم الأذان والإقامة للمولود بعد ولادته؟ سنة.
سنة للأذان بإذنه اليمنى والإقامة بإذنه اليسرى هذا السنة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن حسين. نعم أحسن الله إليكم وبارك، ليكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل ونفع. نعم. ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الآن أيها الإخوة،